كم واحد منكم اختبر قبل كده كم واحد منكم اختبر قبل كده انه ما كانش ليه نفس يصلي او يرنم، وبعد كأول ما ابتدى يرنم نفسه اتفتحت؟ أربعة بس أو خمسة أنا كمان. ده اختبار عام. أنا مش عارف بيضحك عليا مش عليكم، عليا إزاي إن في بعض أحيان بعد ما أنا اختبرت إنه ما بقاش ليا نفس أرنم أو أطلع صوت، بس أول ما طلع صوت روحي بتتحرك، أول ما طلع صوت المية بتبقلل جوه، المية بترتفع ألف ذراع. ليه؟ لأني اتجاوبت مع الخليقة، الخليقة الجديدة عايزاني أطلع الصوت ده، بس أنا أنا برنمها جوايا، أنا عارف بس الخليقة الجديدة جوايا عايز من كل قدرتك يا نادر طلع صوت، من كل نفسك، من كل قلبك، من كل فكرك. فإيه ده؟ من كل قلبك حب، من كل فكرك شوفه، تخيله امتى تملي إنك واقف قدام العشرة، ده فكرك، ده أفكارك، من كل نفسك، من كل مشاعرك، يعني من كل قدرتك، يعني من كل جسدك. فكل حاجة فيها بتصرخ، الكل في هيكله قائل مجدا، طوبى للشعب العارفين الهتاف، بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون، بعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، برضاك تنتصب قوتنا. في حاجة بتنفجر وانت بتعبد الرب وتقوم مبقللة، بمعنى بترتفع. لكن لما انت تقوم اصلا مش حاسس، بتضحك علينا كتير بحاسسنا او بنفسيتنا، اصلا مش حاسس. الخليقة الجديدة اللي جواك موجودة في مكان تاني، الخليقة الجديدة اللي جواك موجودة قدام العرش 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، الخليقة الجديدة موجودة جواك، مليانة نور، مليانة معجزة، مليانة شفاء. أول ما بنتجاوب معاها، اللي بيخف بيخف، اللي بيفرح بيفرح، اللي بياخد مجد بياخد مجد، اللي بيستخدم بيستخدم، أول ما بتطفيها بتعيش طبيعي عادي. ليه ناس كانت ليه ناس كانت وليه ناس لسه لغاية دلوقتي بتشفى مباشرة بدون وضع يد؟ إيه اللي بيحصل؟ فجأة إيمانها بينفجر، فجأة بتتجاوب مع الخليقة الجديدة جواها، والخليقة الجديدة دي تقوم منفجرة عاملة شفاء، لأنها مليانة شفاء. عمرك سمعت عن خليقة جديدة عيانة؟ حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ تقول لي بس انا خليقة جديدة، اقول لك اه الخليقة الجديدة بتاعتك ساكنة جوه نفس وجسد. اول ما بتتجاوب مع الخليقة الجديدة القايمة، لانها قمنا معاه وجلسنا معاه، الخليقة الجديدة في حالة روحية مختلفة، في مكان مختلف لا يمس، تهيج البحار، تجيش بتمواها، تتقلب الدنيا، الجبال تتعدل، الجبال تتقلب، الخليقة الجديدة، الملكوت بتاع الرب اللي فيك لا يمس، لا يمس. وطول ما الشعب رب مش مدرك ان الحتة دي اللي فيه بيتصور انه ممكن يمس، او بيتصور انه حتى لما يجي يصلي بيعيش عادي. وانت عادي، وانت عايش في حياتك اليومية، انت بتعيش بالإيمان، وانت واقف قدام الرب انت بتعيش الواقع البتاع روحك، مش بتعيش الواقع بتاع أرضك. وانت عايش في الأرض بتعيش بإيمان معونة السماء، وانت واقف قدام الرب بتعيش الواقع الروحي بتاع روحك الواقفة قدام الرب. حد فاهم حاجة؟ محتاج تفرق ما بين الحياة الطبيعية اللي بإيمان في مواجهات بيتك، ظروفك، علاقاتك، ضعفاتك، أمورك، وتيجي تقوم واقف قدام الرب. لا ده انت ده 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 شفت، ده دست على قلبت القناة، قلبت القناة من قناة طبيعية عادي لقناة فيها مفهاش غير يسوع وفيها حضور الرب. انت قلبت القناة، انت في قناة تانية خالص، موجودة في حتة تانية، روحك هي اللي بتفيد وبتسود. تقول لي انا ما بختبرش كده، اقول لك هنا الايمان وهنا الادراك. لما تدرك ان ده ليك، انا وانت بنبقى جايين من يوم في كويس وفي وحش، في ظروفي طالع في نازل، ايا كان اللي فيه، فانت عايش في يومك بالإيمان. لما تيجي تقف قدام الرب، نو انت قلبت القناة، انت مش بتعيش هنا
مربوط بالإيمان، بس أنت مش بتعيش طبيعي تحاول توصل لربنا، أنت بتخلي الخليقة الجديدة اللي جواك تقف في مكانها. هي في مكان مليان نور، مليان بهاء، مليان معجزة، مليان شفاء، مليان حضور، مفيش حاجة تفصلها عن محبة الله. ناظر مجد رب، وجه مكشوف، بتتغير. فأنت بتتنقل، بتقلب القناة من الطبيعي اللي بيحاول ياخد بركة للروح الموجود في ملكوت الرب، لمليان سلطان، لمليان نعمة، اللي بياخد معونة معونة معونة، عشان بعد ساعتين هيرجع للإيمان في وسط الحياة الطبيعية.